المزيد من المتابعة ينضم إلي عبر سكايب من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي سي ام للدراسات والخبير في الشؤون الروسية. دكتور آصف صباح الخير، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أنا سأبدأ أولا من المرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتجنيد الإجباري ل 147 ألف مقاتل في صفوف الجيش الروسي بدءا من الأول من أبريل المقبل. هل من قراءة لهذا المرسوم؟ سيدتي قبل كل شيء صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. سيدتي، فيما يتعلق بالاستدعاء الإجباري أو الإلزام الخدمة العسكرية، هناك قانون في روسيا رقمه 104 لعام 2006. هذا القانون يحدد بوضوح أن هناك استدعاءان، استدعاء ربيعي ويبدأ في الأول من أبريل حتى منتصف يوليو، والاستدعاء الخريفي يبدأ في الأول من أكتوبر حتى نهاية السنة، أي في 31 من ديسمبر. وهناك طبعا بعض التفاصيل في هذا القانون التي تمس العاملين في مجال الزراعة، أولئك القاطنين في أقطع الشمال الروسي بسبب البرد، والعاملين في مجال التعليم. فمثلا العاملين في مجال الزراعة يتم إلغاء الاستدعاء الخريفي بالنسبة لهم، أما عفوا الربيعي، إلغاء الاستدعاء الربيعي بالنسبة لهم، أما العاملين في مجال التعليم يتم إلغاء الاستدعاء الربيعي. أما أولئك الذين يسكنون في أقصى الشمال الروسي فيتم تأخير هذا الاستدعاء لمدة شهر، ويتم تحديد المناطق الأعداد وما شابه ذلك بناء على قرارات من هيئة الأركان الروسية. فهذا استدعاء طبيعي ويجري كل عام مرتين في السنة كما ذكر. هذا يعني أنه ليس بالضرورة أن هناك نقصا في صفوف القوات المسلحة الروسية، أو أن ربما العملية العسكرية ربما تطول أو تصبح نوعية أكثر طبقا لعملية التجنيد الإجبارية الأخيرة. سيدتي، لو تذكرنا السنة الماضية جرت التعبئة الجزئية المتعلقة بالعملية العسكرية، فهذا لها قانون محدد ويتم أيضا عبر عن طريق الرئيس، واستدعاء الإلزامي أيضا يجري جرى بالتوازي أيضا، وبالتالي لا أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بنقص بالقوات المسلحة الروسية في العملية العسكرية، لأن كما ذكرنا التعبئة الجزئية التي جرت لأجل العملية العسكرية جرت وفق قوانين محددة، وفق مرسوم محدد. أما التعبئة الإلزامية فهي تجري كل عام، وأيضا تجري وفق مرسوم صادر عن الرئيس بوتين تحديدا. نعم، طب هناك تصريحات خرجت من أوكرانيا تقول إن لندن ستزود أوكرانيا بضعف عدد الدبابات التي كانت قد وعدت بها في يناير الماضي، ومن بعدها نفت بريطانيا مباشرة هذه التصريحات وقالت إنها ملتزمة فقط بالعدد الذي أقرته إلى أوكرانيا. كيف يمكن أن نقرأ هذا التضارب في التصريحات بين لندن وكييف؟ سيدتي، نحن تعودنا من الغرب أنه يقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالقطرة صح التسمية، وبالتالي هم لا يتجرؤون يعني في الواقع على تقديم أعداد كبيرة جدا من هذه الدبابات. هذه نقطة. النقطة الثانية أستاذة، يعني هذه الدبابات أيضا هناك مشكلة، يعني الدبابات تحديدا دبابات تشالنجر 2 بريطانيا يعني لا تختلف كثيرا عن دبابات العادية سوى في التصفيح، وعلى ما يبدو أن لندن تخشى يعني من وقوع هذه الدبابات في أيدي القوات الروسية، لأننا كما نعلم أن صناعة الدرع وهو درع من المواد المركبة وصناعته في إحدى المناطق في جنوب لندن في مدينة تشوبهام تحديدا، وتخشى بريطانيا على ما يبدو من وقوع إحدى هذه الدبابات في يد القوات الروسية، وبالتالي معرفة التكنولوجيا وصناعة هذه المواد المركبة. أعتقد الموضوع يعني فقط مرتبط بأن يعني عدم القدرة على صناعة الدبابات أكثر من ذلك، وأن يعني لا تتمكن الأطراف الغربية من تقديم عدد كبير من الدبابات بحيث تكسر ميزان القوى في المعارك الجارية في أوكرانيا الآن. طب دكتور أصف، كيف توصف أو بما تفسر هذه الفجوة بينما تعد به الدول الأوروبية من قذائف ومن أسلحة نوعية ومركبات قتالية، وما بين التأخر وأيضا عدم وجود آليات منظمة لتسليم هذه الدفعات من التسليح إلى كييف بشكل منتظم، إلى ما يعزى هذا التأخر؟ سيدتي، يعني نحن نلاحظ أن هناك تخبط في القيادات الغربية وخلافات بينها مستمرة، وإذا تذكرنا جيدا الاجتماع الذي جرى في رامشتاين كانت امتنعت ألمانيا عن تسليم الدبابات لكييف، وقالت ألمانيا وقتها أننا لن نقوم بتسليم دبابات
دبابات لكييف، ما لم تقم الولايات المتحده الامريكيه بتسليم دبابات ابرامز لكييف. وبالتالي هناك نوع من التخبط، كما ان المؤسسه الصناعيه العسكريه على ما يبدو في اوروبا غير قادره على تقديم اعداد كبيره من هذه الدبابات لكييف. نقطة ثانية، أنا أعتقد أن الغاية من يعني من استمرارية هذا الصراع ساخنا في روسيا، يعني بحيث لا ينفجر هذا الصراع صحة التسمية ويبقى ساخن، هو الغاية إطالة أمد هذا الصراع وبالتالي استنزاف روسيا أكثر فأكثر. هل للأمر علاقة دكتور آصف في مسألة زيادة هذا الدعم برغبة بعض الدول في تحديث مخازنها وتحديث أسلحتها النوعية؟ ومن المعروف أن كلفة سواء صيانة هذه الأسلحة أو التخلص منها ربما تفوق ما تتكلف أو تتعهد به هذه الدول، وبالتالي بدلا من أن تتكلف كلفة تدميرها تذهب بها أو ترسل بها إلى كييف لتدمرها موسكو، وهذه بالنسبة لها بكلفة أقل. هل هذا طرح معقول؟ سيدتي، يبدو أن أوكرانيا تحولت للأسف الشديد إلى يعني إلى ساحة لتجنب بعض الأسلحة الغربية. والرئيس الأوكراني يعني يقول زودونا بأي سلاح موجود عندكم، ونحن نعلم جيدا أن هناك كثير من الأسلحة موجودة في المخازن الغربية، يعني وقد يعني فات زمن استخدامها، وبالتالي يتم ارسالها الى اوكرانيا، يعني وبالنهايه بيعها ان صح التسميه ب يعني باسعار مقبوله لاوكرانيا. وعلينا ان نفهم جيدا استاذه ان يعني لو تذكرنا صفقه الحبوب، علينا ان نفهم ان الكثير من الحبوب تذهب مجانا للدول الغربيه كثمن لهذه الاسلحه، وبالتالي يعني استثمار غربي مفيد. هذه الدبابات موجوده في المخازن عندهم، ويمكن تجربه الاسلحه الحديثه ايضا في الساحه الاوكرانيه واختبارها يعني بكل بساطه. طيب، منذ أيام أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نية موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية على الحدود مع بيلاروسيا، وهو أمر أغضب الغرب كثيرا طبعا بطبيعة الحال، حتى إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم اجتماعا بطلب من كييف لبحث هذه الخطوة وتوجيه رسالة تحذيرية من مجلس الأمن أو الدول الغربية إلى مينسك لعدم التورط والانخراط في هذه الحرب. ما الذي يمكن أن توقعه من اجتماع اليوم، وإلى أي درجة تبدو بالفعل مينسك على وشك أن تكون في مواجهة مباشرة مع موسكو أمام الغرب؟ سيدتي، يعني نحن نستغرب في الواقع هذا الاعتراض الغربي على نشر الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنشر كثير من هذه الأسلحة في دول حلف الناتو، يعني في تركيا، في بلجيكا، في أكثر مكان في أوروبا. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن نميز أستاذة بين شيئين: القنبلة النووية التكتيكية وحوامل هذه القنابل النووية التكتيكية. يعني القنبلة النووية التكتيكية ميزتها أنه يمكن ضربها بسلاح مدفعية هاوتزر على سبيل المثال، فهذا السلاح قادر على يعني ضرب قنابل من هذا النوع. هذه نقطة. النقطة الثانية، يجب أن يقلق الغرب من حوامل هذه الأسلحة وليس من هذه الأسلحة تحديدا، لأن هذه الأسلحة ستبقى تحت إشراف روسيا، واستخدامها لن يكون يعني مسموحا لبيلاروسيا، بل روسيا هي من ستقوم بالإشراف على استخدامها بشكل مباشر. فحوامل هذه الأسلحة إن كانت يعني صواريخ طويلة المدى يصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلومتر، فيمكن أن يقلق الغرب من ذلك. أما وجودها في بيلاروسيا فيجب ألا يثير قلق أحد على الإطلاق، لأن وجودها في مخازن معينة هناك وتوجيهها هو شيء آخر. أعتقد أن أوكرانيا يعني مدفوعة يعني عقد هذا الاجتماع من الدول الغربية، وذلك بهدف الضغط السياسي والإعلامي على روسيا وليس أكثر من ذلك. طيب دكتور آصف، متى يمكن أن يذهب الطرفان إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع الحديث الغربي مؤخرا عن رغبة الغرب في أن يكون للوسيط الصيني دور أكثر فعالية في مسألة إدارة المفاوضات في هذه الأزمة؟ أعتقد أن الغرب سيدتي بدأ يدخل فيما يمكن أن نسميه يعني نوع من البازار السياسي. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تفهم جيدا أنها قد تخرج من الأزمة الأوكرانية بخفي حنين، وبالتالي يعني تحاول الابتزاز السياسي إن صح التسمية، وبدأت تظهر بعض الأخبار
بأن الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على المبادرة الصينية بشكل أو بآخر، ولكنها تبحث عن تسوية عادلة. طبعا كلمة عادلة فهمها وفق المقياس الأمريكي وليس وفق المقياس الروسي، وبالتالي تقول الولايات المتحدة الأمريكية يعني على لسان بعض الصحفيين وبعض المسؤولين السابقين بأنها مستعدة للاعتراف بالمناطق التي ضمتها روسيا في سبتمبر الماضي مقابل مبلغ من المال يعطى لأوكرانيا عن هذه المناطق. ولكن يجب أن نفهم جيدا سيدتي أن هذه الأموال إن دفعتها روسيا، طبعا روسيا لن تقبل بهذه الصفقة المهينة، ولكن إن دفعتها روسيا فهي لن تذهب إلى الخزانة الأوكرانية أصلا، بس تذهب إلى الخزانة الأمريكية بهدف يعني ثمنا، هو ثمن الأسلحة التي تقدمها. أعتقد أننا يعني في المدى القريب لن يكون هناك مفاوضات، فما زال هناك أمل يعني عند القيادة الأوكرانية وعند بعض الأطراف الغربية بتحقيق يعني خرق ما في هذه المعركة، وخاصة في هجوم الربيع المرتقب، يعني رغم أن هذا الهجوم يعني فشل قبل أن يبدأ. وبالتالي في المدى المتوسط يعني قد يكون هناك أمل ما، وخاصة أن هناك يعني الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني يرغبون فاندرلاين ذاهبان إلى 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 الصين بهدف يعني فهم يعني المبادرة الصينية وحاول تحريك هذه الأجواء. طيب في مسألة معركة الربيع، يعني كما ذكرت أنها ربما فشلت قبل أن تبدأ المعركة في باخموت، ما زالت على أشدها، القوات الروسية تتقدم لكنها حتى الآن لم تنجح في حسم هذه المعركة. برأيك لماذا لم تحسم القوات الروسية معركة باخموت حتى تلك اللحظة؟ سيدتي يعني يعني المشكله في معارك المدن او معارك العصابات لا تنفع لا اسلحه نوويه ولا اسلحه يعني طويله المدى، ان لا ينفع سوى القتال المباشر للجنود يعني. والدراسات المتعدده التي اجريت في الولايات المتحده الامريكيه نفسها على خلفيه حروبها في فيتنام وافغانستان والعراق تبين ان الجنود يعني في الواقع يعانون معاناه نفسيه كبيره في هذه المعارك، وبالتالي اعتقد ان هذه صعوبة هذه المعركة تنبع من هذه الناحية تحديدا. النقطة الأخرى، نحن نعلم في دخول فصل الربيع عادة يذوب الثلج في تلك المنطقة وترتفع درجات الحرارة وتهبط الأمطار بغزارة، وبالتالي أحد العوائق يعني هو الوحل، يعني في الواقع تصبح الأرض موحلة ويصبح حركة القوات في تلك المناطق صعبة للغاية. وأعتقد أن هذه هي الصعوبات الأساسية يعني في هذه المعركة. حسمها يعني لا يمكن أستاذة، يعني لن تقوم روسيا بضرب هذه المدينة يعني بقنبلة نووية وتحسمها، ولا يمكن حسمها إلا بالأسلحة التقليدية يعني وفقط.